أحسن الله إليك. من الأسئلة التي وردت الشيخ يقول فضيلة الشيخ صالح نحبكم في الله، وسؤالنا تجادلنا مع بعض الزملاء حول قضية مهمة وأريد من الشيخ الإجابة عليها، وهو الجان وحقيقتهم، وهل للجن تأثير على الإنس، وما طريقة الوقاية منهم؟ الجن عالم آخر مع عالم الإنس. يا معشر الجن والإنس، الله جل وعلا خاطب الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس. والجن مكلفون كما يكلف الإنس بعبادة الله وطاعته، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم المستقيم ومنهم العاصي ومنهم الظالم، فهم مثل الإنس تماما. فهم عالم من عالم الغيب، لا نراهم، قد يراهم أو يرى بعض الناس شيئا منهم أو أحدا منهم، لكن هذا ليس بصفة دائمة، الغالب أنهم من عالم الغيب نؤمن بهم ولو لم نرهم. وهم نعم هم يتسلطون على الإنس إذا لم يتحصنوا بطاعة الله عز وجل وذكر الله، فإن شياطينهم يؤذون بني آدم، ولا ينجي منهم إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك قد يخبطون على الإنسان ويصيبونه بالمس، كما قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما في الحديث، فله قدرة على، أعطاه الله قدرة على ذلك. لكن المسلم إذا تحصن بذكر الله فإنه لن يضره. ولذلك إذا أصيب الإنس بمس الجن فإنه يقرأ عليه من القرآن ومن الأدعية الشرعية، ثم يذهب الجن، لأنه لا يطيق ذكر الله، لأن الشيطان لا يطيق ذكر الله، فيذهب ويخرج ذليلا صاغرا، ويحصن الله المسلم منه. نعم.